يضم 58 قصيدة زجلية متعددة المواضيع، سبق أن قدمت في مناسبات مختلفة وأمسيات زجلية بمدينة تطوان، كما خصص رشيد الميموني حيزا هاما من ديوانه للتغني بمدينة تطوان، وكان للمرأة التطوانية أيضا حضورها في هذا الديوان من خلال قصيدة التطوانية التي يعبر فيها الشاعر عن خصال المرأة التطوانية وأخلاقها، إلى غير ذلك من القصائد المستقاة من الموروث الشعبي التطواني ومن التقاليد التطوانية الأصيلة والعادات المحلية والأمثال الشعبية التي فطم عليها الشاعر حسب قوله. أعربت الممثلة المصرية المعتزلة آثار الحكيم عن انبهارها بالبساطة والجمالية التي طبعت حفل افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي للفيلم أو لفيلم المرأة بسلة. وبخصوص تكريمها في حفل افتتاح المهرجان، عبرت الفنانة المصرية المعتزلة عن اعتزازها وسعادتها بهذه المبادرة، مضيفة أن التكريم يكون جميلا عندما يحتضنه مكان تزوره لأول مرة. وفي مقابل تعبيرها عن إعجابها بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة الذي يروم تكريم المرأة سينمائيا، قالت الممثلة آثار الحكيم إنها لا تحب مطلقا التفرقة بين المرأة والرجل، مضيفة أن الأمور لا تستقيم بأحدهما دون الآخر. هذا واشتهرت آثار التي تمكنت في ظرف وجيز من جذب الأنظار إليها كإحدى نجمات السينما والشاشة الصغيرة العربية، اشتهرت بالتزامها واحترامها الشديد لموهبتها لدرجة أن أحد النقاد أطلق عليها لقب التزام الحكيم عوض آثار الحكيم. وكانت الفنانة المصرية قد فاجأت جمهورها بقرار اعتزالها العمل الفني، مفضلة العمل الخيري والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية في مصر على التمثيل، كما لم تفلح محاولات العديد من المنتجين والمخرجين في إقناعها. لكل من كان في الإنصات، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة طنجة، في أمان الله. الثقافة أخبار.